السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة الكيتاني ونروح نشوف آخر الأشغال نتاع التهيئات الخارجية نتاع الساحل الكيتاني. وهذه المنطقة اللي جيت هذه مدة حوالي عام، الآن نرجع عام من بعد ونشوف الجديد في هذه التهيئة. وأنا الملاحظ أنه فيه رانا نهار تاع جمعة وفيه في فصل الصيف فيه غاشي كبير على الشاطئ تاع الكيتاني. وكذلك نلاحظ من الجهة اليسرى أنه فيه تهيئات جديدة مقارنة بالعام الماضي، إذا فيه تهيئات جديدة على مستوى ساحل الكيتاني. احنا هنا الأشغال تبدو غير يعني مكتملة، ما فيهاش الملامح تاعها، ما تبانش نتاع التهيئة لوروندي يعني، مازال ما بانش لأنه الأشغال مازال ما خلاصتش. لكن رحنا نتابع نشوف النوعية تاع الأشغال، هذا هو اللي يهمنا، نروح نشوف النوعية نتاع الأشغال هذه. إذن هنا رانا في الدروج هذو تاع التهيئة القديمة، دروج رايبة كاع مكسرة، ونروح نشوف التهيئات الجديدة. هنا الأشغال مازال ما انتهتش على كل حال، ونشوف هذه التهيئات في المكان هذا، كذلك مازال ما كملتش. نشوف التغليفات هذه، على كل حال والله غير تبقى مشكل تاع النوعية تاع المواد المستعملة، هذا المشكل هذا يبقى مطروح يعني، مازال ما رانيش نشوف انا كما قال الكاوري لو بو دي تشينال، ما رانيش نشوف لو بو دي تشينال، مازلنا في التشينال. على اية حال الملاحظ هو مقارنة بالسنة الماضية تم تغيير التغليفات الأرضية، التصميم تغير مقارنة بالعام اللي مات، كان بعض الأشغال تم تغييرها. ما نشوف ونبقاو ننتظر النهاية تاع الأشغال هذه. نورمالمون هذه أشغال كيما هذه ما تفوت نورمالمون 6 شهور ما تفوتش، دي لي ديكزيكيسيون تاعها 6 شهور ما لازمش يفوت. وهنا نشوف كل الأشغال هي الترين 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 تريني منذ سنوات، مازال ما بانش، مازال ما فهمناش يعني وين راهي رايحة هذه الأشغال. على كل حال هنا رانا في التهيئة هذه نتاع الكيتاني، وهذا مكان رائع والله غير مكان رائع. لابد يعني العناية به، ودير فيه لازم تدير فيه الطوب تاع الطوب الطوب تاع الطوب. هذا الفروند مير تاع الفروند مير نتاع ألجي من جهة وست، المفروض تكون فيه يعني تهيئة طوب دي طوب، لازم تكون فيه تهيئة طوب دي طوب، لكن مازال ما شفناش راس الخيط، مازال ما بانش راس الخيط. على أي حال ننتظر نهاية الأشغال اللي حكم عليها. نخليكم تشاهدون إذن هذا الرحلة عندي عبر الأشغال يعني التهيئات الجديدة. التهيئة الجديدة تاع إذن منطقة الكيتاني، شوف انه فيه
توسعة للرصيف. الحقيقة هذه الأماكن غير صالحة للسباحة، فيها تلوث فيها تلوث. هذه هي، نزيد نروح نشوف هنا باتجاه اليسار، نروح نشوف التهيئات الجديدة هذه باتجاه اليسار الجهة اليسرى، لكن الفينيسيون مكان ما كان. هنا كنديرو بيسين كبيرة، اللي تستعمل المياه تاع البحر، اون كروند بيسين، اون انورم بيسين شابة، تمشي مع مستوى تاع البحر، دي روعة، بيسين كبيرة ومخدومة بلي نورم انترناسيونال، فينيسيون توب تو توب. ولا قد تجي روعة، بيسين فيها جناح للأطفال الصغار، تاع كاع الأحواض على كل الفروع تاع السنوات، من الصغار للكبار للمتوسط، ولا غير تخرج طوب طوب روعة. لكن للأسف ما فهمناش الخروطة هذي اللي راهم يديروا فيها. وهنا الآن رانا مسطح جديد، هذا مسطح هذا تم إنجازه في هذه يعني الأسابيع أو الأشهر الماضية. هنا كاين الغاشي، هنا الغاشي ما نصورش، نحبس التصوير ونروح مكان آخر. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.